هنعمل دلوقتي كفتة بنقدر ان احنا اولا هي مغذية لانها لحمة، وهنحط لها برغل. البرغل هنعمل فيه ايه بقى؟ شوفوا، عايزين نص كيلو لحمة مفرومة، نص كوباية برغل منقوعة، بصلة، فلفل حراق وده اختياري، 2 معلقة كبيرة بقدونس، 1 فلفل أخضر، 1 طماطم صغيرة، ملح وفلفل وأي بهارات انتوا عايزين تحطوها بتقدروا انكم تحطوها. البرغل يا حبايبي عندنا أنا أخدته ومغسول ومنقوع في مية ومعصور كويس جدا جدا جدا، تمام. آدي البرغل بتاعنا أهو، نص كوباية. عندنا بقى كمان الفلفل الأخضر، فلفل حراق اختياري لو بتحبوا الحراق، طماطماية صغيرة، بقدونس وبصلة. الكلام ده كله هنضربه مع بعضه الأول قبل ما نحط عليه اللحمة. تمام، هناخد بقى اللحمة دلوقتي ونحطها. اي بقى بهارات، اي حاجة انتوا حابين تحطوها زيادة حطوها. عندنا هنا الملح والفلفل، ادي الملح وادي الفلفل، وهنخلطهم مع بعض. الكفتة اللي عندنا ونبتدي نشكلها. بتقدروا تشكلوها زي ما انتوا عايزين، يعني ممكن تشكلوها على هنا بالسياخ الخشب دي، وممكن تعملوها على ايديكوا حاجة بسيطة كده زي ما انتوا عايزين. دي بقى هتدخل الفرن على درجة حرارة عالية، درجة حرارة 240 مثلا، وبتقعد تقريبا 20 دقيقة بس ما بلاقيها استوت. وما تبلغوش يا جماعة في انكم تسووها بزيادة، لان لما بتقعد زيادة في الفرن بتنشف، والكفتة بتبقى حلوة وهي طرية، يعني مش لازم ننشفها ابدا. هناخد شوية زيت نحطهم كده في الطبق هنا، وندهن الكفتة بتاعتنا بالزيت، ممكن بالفرشة او بايديكم مش مشكلة، كل المتوفر حلو كده. وعلى الفرن